بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النهارده ان شاء الله هنتكلم على learning outcome 3 اللي بيتكلم عن الاسيد والبيز. اول حاجه حضرتك لما كنت انت في المراحل اللي قبل كده تعرف عن الاسيد ان عنده ساور تيست، ان الاسيد جيف بوزيتيف هيدروجين ان ذا اكوا سولوشن وتيرن ليتمس توريد. اما بالنسبه لك البيز فانت كنت تعرف عنه ايه؟ ان البيز بمنتهى البساطه عنده بيتر تيست، طعمه مر، صور يعني بيلسع زي الليمون كده. بيتر تيست دي زي ماما مثلا بتكون بتعمل كيك وهي ما تضربش المكونات بشكل كويس وتستعجل، فحضرتك تيجي تاكل فتلاقي حاجات بيضة جوه الكيك وطعمها مر، ده البيكنج باودر ما يكونش اتضرب بشكل كويس. والبيكنج باودر هو بيزك سبستنس. جيف نيجاتيف هيدروكسيل ان ذا اكوا سولوشن وتيرن ليتمس تو بلو. ده البيز. قال لك طيب كويس قوي. الحاجات دي او الكونسبت دي انت عرفتها على اساس ايه؟ اللي هي فكره جيف بوزيتيف هيدروجين وجيف نيجاتيف هيدروكسيل. قال لك على اساس الديفينيشنز اوف اسيد ام بيز. فبالنسبه لنا الاسيد والبيز، كلمه اسيد كان ليها كذا تعريف لكذا ساينتست، واحد اسمه ارهينيوس، ساينتست تاني اسمه برانشتيد اند لوري، التالت كان اسمه لويس. التعريف اللي انت تعرفه من زمان اللي هو ارهينيوس ديفينيشنز كان بيقول لك ان الاسيد جيفز بوزيتيف هيدروجين ايون ان ذا اكوا سولوشن، اما بالنسبه لك البيز جيف نيجاتيف هيدروكسيل ايون ان ذا اكوا سولوشن. يعني HCl when it dissolve in the water giving to us H3O positive hydronium plus Cl negative. يعني حضرتك لما انت تيجي بالنسبه للووتر موليكيول، طب لو انا ما طلعتش H positive؟ لان الووتر هاف ا لون بير اوف الكترونز، عندها زوجين من الالكترونات الحر. فلما بتخش على الفيكنت اوربيتال اللي هو الH positive اللي بيطلع من الاسيد، فبتعمل اتاشنج معاه ببوند. اللون بير اوف الكترونز بيجوا من الشير اوف اكسجين اتوم، فبيعمل لك المنظر بتاع الهيدرونيوم ايون بالمنظر ده كده. فبيطلع لك H3O. ماشي. عموما هو دونيت فور ذا بروتون ان ياكوا سولوشن. هو ليه في بوزيتيف تشارج على الاو؟ كويس قوي. البوزيتيف تشارج اللي كانت موجوده على البروتونز هي مش موجوده على الاو، هي موجوده على الموليكيول كله. يعني الموليكيول كله دلوقتي بقى بوزيتيف تشارج. اوكي؟ طيب بالنسبه للبيز ده كده بالنسبه للاسيد. البيز مثلا انت عندك ان اي اتش ديزولف ان ذا ووتر فجيفينج تو اس ان اي بوزيتيف بلس او اتش نيجاتيف. بس مش الاو عايزه اتنين بس، ليه ثلاثه في ايه؟ الاو محتاجه اتنين عشان لا ده اسمه هيدرونيوم ايون. ايون وعشان كده بياخد بوزيتيف تشارج اتحول لايون، فالايون ده ليه حاجه مختلفه. طيب ده اللي انت كنت تعرفه. قال لك طب كويس قوي، لما انا اجي اقول لحضرتك عندك ماده اسمها اف اي او، دي اسيد ولا بيز؟ بيز. ايه عرفني ان هي بيز؟ اولا دي انسوليبل ان ذا ووتر، ما بتدوبش في الميه، فبالتالي ما بتديش نيجاتيف هيدروكسيل ايون ان ذا ووتر، بس ليها بيزك افكت يعني تيرن سلايت ميس ان تو بلو. فكان لازم نوصل لكونسبت تاني يعرف الاسيد والبيز. فجه التعريف بتاع برونشتيد اند لاوري اللي اتكلم عن البيز والاسيد، كونجيجيت بيز كونجيجيت اسيد. اما اجي مثلا اقول لحضرتك دلوقتي برونشتيد اند لاوري لما يجي في التفاعل بتاع الاتش سي ال ده مع الووتر، فيقول لك ان انت عندك H3O positive plus Cl negative. بالنسبه للبيز NaOH
مع الووتر دي ان ايه بوزيتيف صح. هنا بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ خليني مش بتكلم على ان اتش، هتكلم على ان اتش 3. ان اتش 3 بلس اتش 2 جيفينج تو اس ان اتش 4 بلس او اتش نيجاتيف. قال لك ان الاتش هنا او الاتش سي ال ده دونيت فور ا بروتون، ده مانح لبروتون، فعشان هو دونيت فور ذا بروتون يبقى بالنسبه لي اتش سي ال ده هو عباره عن اسيد. اما الاتش 2 او فدي عباره عن البيز اللي بيخرج من الاسيد افتر دونيت ذا بروتون، بعد ما الاسيد يطلع بروتون يبقى اسمه ايه؟ اسمه كونجيجيت بيز. طيب اللي بيخرج من البيز بعد ما بياخد بروتون يبقى اسمه كونجيجيت اسيد. طب نفهمها في اللي بعديها. هنا الووتر بقى دونيت فور ذا بروتون، هو اللي منح البروتون. هقول لك دلوقتي على حسب السبستنس نفسها. فهنا دلوقتي الووتر هو عباره عن اسيد وده هنا بيز، اللي يخرج من البيز يبقى اسمه كونجيجيت اسيد، زي الاكسديشن يبقى اسمه ريديوسنج ايجنت، واللي يخرج من الاسيد يبقى اسمه كونجيجيت بيز. فاهمني؟ تعالوا نوضحها بشكل اكتر في السلايد اللي جاي. انا لسه شغال في فكره ايه؟ الاسيد النيتشر اوف اسيدز. انا لسه شغال في الكونسبت الاولاني، لسه في حاجات شغالين عليها بشكل قوي يعني. طيب هحفظ السلايد دي. برونشتيت ولوري عرجوا فكره ان دونيت فور ذا بروتونز او اكسبت فور ذا بروتونز، اتكلموا على الحته دي. بالنسبه لهم الاسيد والبيز، وبالنسبه لهم حاجه اسمها كونجيجيت اسيد او كونجيجيت بيز قصدي، وكونجيجيت اسيد. الاسيد هو دونر فور بروتون، اما البيز هو اكسبتور فور بروتون. الكونجيجيت اسيد هو السابستنس فورمت after acid donate proton. زي ما كنت بقول لك oxidation والreducing agent، فاهماني؟ ما كنت بقول oxidation يعني substance gain oxygen، طب الreducing agent تاني. لما كنت بقول يعني ايه معنى كلمة oxidation؟ معنى كلمة oxidation يعني attaching with the oxygen. السابستنس اللي بتعمل اوكسيديشن يبقى اسمها ريديوسنج ايجنت، يبقى اسمها ريديوسنج ايجنت. الكونجيجيت بيز والكونجيجيت اسيد بجيبهم من البرودكت، الاسيد والبيز من الرياكتنت. هدي امثله. بعد الرياكشن البرودكت اللي بيطلع. اه بالظبط. بعد ما البيز بياخد. انا دلوقتي الاسيد ايه كونجيجيت اسيد؟ سابستنس معايا؟ Formed after base مش دونيت اكسبت بقى في العصر لانه هو استقبل. بص بقى معايا، انا لما جيت بالامثال المثل اللي هو بتاع ال HCl لما تحط ووتر فالمفروض يحصل ديسوسيشن، يعني اتش بوزيتيف وسيل نيجاتيف، فبيقول لك ان ما ينفعش يطلع اتش بروتون لوحده فبيطلع اتش 3 او بوزيتيف بلس سيل نيجاتيف. في الامر ده او في الايديا دي نتكلم على ايه؟ نتكلم ان ده هو الاسيد لانه دونيت فور ذا بروتون، وزي ما اتفقنا ده هيكون البيز. الماده اللي خرجت من الاسيد اللي هي السي ال ده اسمه كونجيجيت بيز، والماده اللي خرجت من البيز اسمها كونجيجيت اسيد. بصوا بقى معايا حضراتكم على مقياس الحب والكره، على مقياس الاسيديتي والبيزيتي. انا لو عملت خط زي كده اهو
وقلت مثلا هضحك شويه معاكم، انا لو قلت الزمالك ينام نادي الملوك طبعا، وقلت الاهلي مش عارف اكتبها ايه اتش ال واي، مش عارف اكتبه، مش مطوعان، ايدي مش مطوعاني، ايدي مش مطوعاني، معلش معلش كده. لا ايه ال اتش ال اتش واي، قولوا لي قولوا لي مش فاكر ايه ال ايه اتش داش داش الاهلي. قول ايه اتش ال واي ايه اتش كده يعني؟ ايوه برافو. ما انا عارف اكتبها من الاول بس ايدي مش مطوعاني اكتبها. عموما انت حضرتك دلوقتي واحد زملكاوي، فلما يخلف عياله هيبقوا ايه؟ طبعا اهلاويه عادي. لا 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 هيبقوا زملكاويه. مقياس حب الاهلي بالنسبه لهم ايه؟ صفر. حضرتك عايز تعمل السكيل بتاع معلش ما انتوا كده الناس مش هتجمع. انت دلوقتي الاهلي لو واحد خلف واحد اهلاوي لما يخلف حد عيال زملكاوي لا طبعا مقياس حب الزمالك بالنسبه لهم صفر فيبقوا زيرو. فانا بقول لحضرتك ان الزمالك ده كانه زي الاسد، فاللي بيخرج منه اسمه كونجيجيت بيز، بس البيزيتي بتاعته ليس زان بيز، اقل من البيز. طب بالنسبه هنا ده هيخرج مين؟ هيخرج لي كونجيجيت اسيد، بس الاسيديتي للزان اسيد. فحضرتك هترجع في زومدل تلاقيه مدي لك مثال ويكلمك على حاجه اسمها الفاليو بتاعت الكي اي. يعني ايه الكي اي؟ الكي اي هو الاكوليبريم كونستنت، كي سي قصدي، او الكي اي ده اسمه ديسوسيشن كونستنت، كونستنت اوف اسيد. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكونسنتريشنز بتاعت البرودكت على الكونسنتريشن بتاعت الرياكتنت. يعني اتش 3 او بوزيتيف والسي ال نيجاتيف، ده الكونسنتريشن بتاع البرودكت على الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتنت. مين الرياكتنت؟ اتش سي ال. طب حضرتك ما كتبتش اتش 2 او ليه؟ لان الكونسنتريشن في الاكوليبريم كونستنت، لما بحسب الاكوليبريم كونستنت، اكوليبريم كونستنت فور ذا ليكويد اند جازز ار كونستنت نوت تشينج، فما باخدهاش في اعتباري. الحاجه اللي ما بتتغيرش ما باخدهاش في الاكوليبريم كونستنت از كونستنت، فما بتاخدش هنا في الايه؟ في الاعتبار. طب ما هيتغير؟ لا 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 لا، الاتش 2 او ما دام ليكويد او انت عندك جاز ده كونستنت ما بتاخدش في اعتبارك، خليك فاكر الحته دي. طيب فين ال HCO؟ H3O بوزيتيف، ده تشينج في الكونسنتريشن، تغير حصل، تغير في الكونسنتريشن بتاعه اللي هو التركيز بتاعه ال H بوزيتيف. اصلا ده يا شباب اصله ايه؟ اصله H بوزيتيف، بس احنا اتفقنا ما فيش في اكوا سولوشن حاجه اسمها H بوزيتيف لوحدها، لازم يبقى اسمها H3O. انا اصلا مثلا مش ده كده ليكويد ولا جاز؟ لا ده اكوا سولوشنز محلول مائي. طب انت كده بوظت ال H2O برضه. اكوس اكوس وده اكوس. مثلا انت كده برضه لعبت في الاتش او؟ لا ما لعبتش، هي بمنتهى البساطه هي البروتونز هو اللي اجبرها ان هي تتفاعل معاها، لكن هي زي ما هي الكونسنتريشن بتاعها ثابت. اوكي اتفضلي يا نسا. اتفقنا ان الليكويد والجاز في الايكوليبريم كونستنت، لما باجي احسب قيمه الايكوليبريم كونستنت او الكي اي او الكي سي، اي ايكوليبريم بتبقى كونستنت فما بتتغيرش فما بتتكتبش. الليكويد والجاز ما بيخشوش معانا. الكونسنتريشن انت بتاخد الكونسنتريشن بتاعه البرودكت على الكونسنتريشن بتاعه الرياكتنت واستبعد الووتر لان الووتر التركيز بتاعه ثابت. قيمه الكي سي لا هو بيمديها لك خلاص، في قوانين كتيره للكونسنتريشنز ماشي، والديجري اوف اينايزيشن ما تقلقوش كل الحاجات دي هنبقى ايه واخدينها وحاطينها في اعتبارها. طيب تعالوا بقى حضراتكم دلوقتي لما انا اكلمك على الاسيد والبيز، الاسيد والبيز والكونجيجيت اسيد والكونجيجيت بيز ماشيين في اتجاهات عكس بعض. يعني ايه في اتجاهات عكس بعض؟ يعني هنا ده كده الاسيد، لو انا اتكلمت عن الاسيد وصاده مثلا كونجيجيت بيز
فالأسيد المفروض very strong acid وبعدين strong وبعدين weak وبعدين very weak ماشي؟ الكونجيجيت بيس العكس بتكون strong conjugate base strong conjugate base بعد كده strong بس conjugate base هقول لحضراتكم بعد كده weak conjugate base لا 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 بعد كده very استنوا conjugate base ماشي مع الأسيد بالعكس يعني لما يكون عند حضرتك very strong acid يبقى الكونجيجيت بيس بتاعته ضعيفه ليه بقى عشان بالنسبه للباسيتي بالنسبه للخاصيه اللي هي البيزك هيبقى ضعيفه بالنسبه للبيزك فاهماني اللي هو دلوقتي حضرتك دلوقتي الاتش سي ال ده strong acid لما خرجت منه السي ال اللي هي الكونجيجيت بيس الابيليتي بتاعتها ان هي اتاشد وذ ذا هيدروجين قويه ولا ضعيفه ضعيفه جدا مش عاوز هيدروجين ففكره ان هو فورمينج دي اسيد اجين مستبعده لا 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 ما بيحصلش الكلام ده عشان very strong acid يعني completely ionized يعني مش عاوز يرجع للي كان عليه ماشي واحد كان في قرية مثلا وبعدين هو بيقولوا له ان انت في يوم من الايام لما تكبر هتبقى انت اللي هترعى الحقل ده انت اللي هتقوم بالجاموسه والامور دي ربنا كرمه ودخل الجامعه وبقى دكتور في اقتصاد وعلوم سياسيه فكره ان هو يرجع تاني للارض وهو اللي يراعي الامور دي خلاص استبعدت لكن لما اجي اقول لحضرتك عندك حاجه زي ده CH3COO نيجاتيف او H بلس H2O فهيديني H3O بوزيتيف بلس CH3COO نيجاتيف هتلاحظ ان انا عامل التفاعل في التو دايركشن رايح جاي عشان ده ويك اسيد ويك اسيد يعني strong conjugated base يبقى يرجع تاني بسهوله فتلاقي التفاعل ماشي في الدو دايركشن فورورد وباكورد ايه عرفت منين ان هو ويك ولا سترونج على اساس الفاليو بتاعت حاجه اسمها الكي اي ودلوقتي هوريكم قيم للكي اي وهنبدا نشتغل عليه قيم ثابته طبعا قيم ثابته وعلى اساسها كل اسيد ليه كي اي ثابته ومحسوبه وكالكوليتد وعلى اساسها بنشتغل للسترينث بتاعت الاسيد دي فهوريكم دلوقتي جدول للامر ده بصي انا دلوقتي اسيد قوي جدا فكره ان اللي يطلع مني ده يرجع تاني يبقى زي شخصيتي يعني انا دلوقتي ال HCl دي لما خرجت خرجت Cl نيجاتيف Cl نيجاتيف دي اسمها كونجيجيت بيس كونجيجيت ايه بيس اسالك سؤال كونجيجيت بيس ده عنده قدره ان يكون الاسيد تاني لا القدره بتاعته ضعيفه جدا ان هو يكون الاسيد يعني Cl بعد ما خرجت انت دلوقتي اتعلمت في ستيم لما اجي بكره واروح موديكي مدرسه تراديشنال قلت لك خلاص دي بقى درس المدرسه بتاعتك هتبقى انت اصلا ضابطه الفكره ربما يجي لك انهيار عصبي فاهماني ادي نفس القصه طيب الووتر يا شباب بيسموه امفوتيريك خلينا نتكلم واحده واحده شايف اتش سي ال ده كومبليتلي ايونايزد صح اداني اتش بوزيتيف وسي ال نيجاتيف انا بسالك بقى السي ال نيجاتيف دي اسمها كونجيجيت بيس قدرتها ان هي تتحد مع الهيدروجين وتكون لي اتش سي ال تاني ضعيفه مش موجوده كومبليتلي ايونايزد الا بقى لو انت عملت عمليه ديسلينيشن او عمليه ديستليشن طيرت الووتر باي تكنيك فرجعتيه تاني اتش سي ال مركز والكلام ده صعب ماشي الحته دي اللي بيخرج من الاسيد بيبقى اسمه كونجيجيت بيز هو خارج اصله اسيد يبقى البيزيتي بتاعته ايه خاصيه البيزك عنده ضعيفه واللي بيخرج من هنا بيز فاللي بيخرج من هنا اصله بيز الكونجيجيت هو بيبقى اسمه كونجيجيت اسيد الاسيديتي بتاعته ضعيفه اوكي الووتر بيسموه امفوتيريك يعني ايه امفوتيريك متردد امفوتيريك يعني متردد يعني ساعات يشتغل كاسيد وساعات يشتغل كبيز الامفوتيريك ده عامل زي الشخص ضعيف الشخصيه خلاص فدخل عليه لسه موظف جديد داخل يشتغل معاه فقال بيقول له انت عاملين ايه بقى هنا قال له بص انا هنا بص كلمتي هي اللي بتمشي وانت لازم تسمع كلامي خلاص انا دلوقتي اول احتكاكي بيه ان انا عرفت ان ده هنا البص
شويه راح داخل واحد من زمان وراح رازعه بالكف على قفاه. انت قاعد انت ما جبتش فطار معاك ليه؟ انت مش عارف ان احنا بنفطر؟ فهو اتعامل مع الاولاني على اساس ان هو اسد، وتعامل مع التاني على اساس ان هو بيز. زي حضرتك بالظبط، تيجي لما انت اختي، انت اخت كبيره لاولاد صغيرين، فقدام مامتك انت قطه، مع اخواتك الصغيرين انت اختهم الكبيره، فاهماني؟ فانت بتشتغلي بالتكنيك ده. اهو الووتر نفس القصه، الووتر هنا جمع على الاسد وعمل نفسه ايه؟ بيز. طب لو كان دخل على NH3 وH2، فكنت بتلاقي ان هو NH4 بوزيتيف بلس OH نيجاتيف. هنا الووتر اشتغل كاسيد، اشمعنى؟ اللي هو ان دونيت فور ذا بروتون، فهو بيسموه امفوتيريك، متردد على حسب الحاله اللي موجود فيها، وبالتالي بيعمل حاجه اسمها اوتو ايونايزيشن. ايه اوتو ايونايزيشن؟ الووتر وهو مع نفسه كده قبل ما يخش في اكوا سولوشن بيعمل حاجه ما اقدرش اقول عليها تفاعل كيميائي. يعني مثلا الووتر موليكيول مع الووتر موليكيول يعمل ايه؟ يعمل حاجه اسمها اوتو ايونايزيشن. فروح اعمل لك كده، يعمل لك H3O بوزيتيف و H نيجاتيف بالتبادل. يعني مره الموليكيول ده يدي H، ومره الموليكيول ده يستقبل ايه؟ H، وهكذا ماشيه القصه بالنسبه له. ما هو ده اسمه اوتو ايونايزيشن، والكلام ده يعني مش واقعي بشكل كبير قوي. هو بيوفق احواله لغايه ما يبدا يخش في اسيد او يخش في سولوشن. يعني اللي بيدي البرودكت ده يبقى هو الاسيد، هو الاسيد. خليكم ده ما تشغلش قوي بحتي بالك بكلمه اوتو ايونايزيشن، هو ذاكرها في زوندل بس ما تشغلش بالك بيها قوي. اللي نشغل بالنا بيه هو اللي بيفعل الووتر مع الووتر. لو الووتر موليكيول مع الووتر موليكيول فده بيسموه اوتو ايونايزيشن. ما تشغلش بالك قوي بالحته دي. اللي هنشغل بالنا بيه دلوقتي بقى التكمله بتاعه النيتشر بتاعه الاسيد والاسيد كلاسيفيكيشنز. طيب بعد ما اخلص الحته دي نبدا ناخد بقى مسائل، مسائل جميله. اتفضلي. ما بيقول لك العمليه دي ما اقدرش اقول عليها كيميكال رياكشنز على قد ما هو بالانسنج، اللي هو فكره بيحفظوا الاتزان. عارفه انت وانت قاعده انت مع زميلتك اللي جنبك، فانت بتديها قلم وهي تديك مسطره كده، وبعدين تبدله، اللي هو بقى لعبها هبل كده، بتقعد تهبله لغايه ما يبدا التفاعل يتم. يعني لا ما بيحصلش الكلام ده. بيحصل، بصوا يا شباب، الحاجات دي بتوفق اوضاعها مع بعضها، بس انت ما تحسيش بكميه التفاعلات. يعني كميه ازازه المايه اللي قدامك دي عمال يحصل فيها حاجات وحركه، والموليكيولز بتتحرك ويحصل اوتو ايونايزيشنز، ومش شايفه حاجه. يعني لا مش بتبقى H3O، بتبقى اجزاء منها H3O واجزاء OH، وبعدين تبدا تعكس مع بعضها، يعني يبدا يحصل العكس، فهي بيعمل ايكوليبريم. هتشوفيها دلوقتي يا ملك ان شاء الله. الاسيد يا شباب في كذا واي كلاسيفيكيشنز بتاعت الاسيد. هعمل كلاسيفيكيشن للاسيد على اساس حاجه اسمها ايه؟ السورس، على اساس البيسيتي، وعلى اساس السترينث. السورس في مينرال وفي اورجانيك. يعني HCl H2SO4 HNO3 دي اسمها مينرال اسيدز. مش انا مش واخدها دلوقتي من ناحيه سترونج ولا ويك، انا واخدها على اساس السورس بتاعتها، مينرال سولتس او مينرال اسيدز. والتاني اورجانيك. اورجانيك زي مين؟ زي الاسيتيك اسيد. في حاجات تانية كتير طبعا، امثله كتير. CH3COH اوكزاليك اسيد، COH COH ده اوكزاليك اسيد. خلي بالكم الجزائريين بيشربوا الخل. يعني لا ما هو مش يعني، هو بمنتهى البساطة الخل ده لما بتشرب بيدي سترينث كده، بتلاقيهم يعني عصبيين بشكل كبير، وبيساعد على لوزينج ذا ويت، بيساعد على ايه؟ حرق الوزن. بس مش كل واحدة بقى فيك تقعد تقرب عليها ازازة خل الصبح. بعد كده فين ازازة الخل بتاعتي؟ خلاص؟ الخل ده مش بيعمل تجاعيد برضه، بيخلي فيه تجاعيد وما يكونش فيه تجاعيد. انا ما اعرفش الحتة دي، لكن انا اعرف ان هم الجزائريين بيشربوه. ففي مرة كنت بتعامل مع ناس جزائريين، هم مش عبارة، يعني تحس ان الست دي ما كانتش بتربي عيالها، كانت بتخانق معاهم.
فهماني كانت صعبين جدا. عموما البيزوتي في عندي حاجه اسمها مونو بيزك، في دايا بيزك، وفي ترايا. مونو بيزك زي مين؟ اتش سي ال، سي اتش 3 سي او او اتش، ده لما بيخرج في الاكوا سولوشن يديني اتش بوزيتيف، وهنا اتش بوزيتيف. الدايا بيزك اتش 2 اس او 4. انا ممكن اسال حاجه؟ هو ايه علاقه الاسيد والنفرين منه؟ علاقه الاسيد ده في الكلاسيفيكيشنز بتاعت الاسيدز. الفيسيتي هنا بيقصد بيها ايه؟ قد ايه بروتونز هيخرجوا عشان يتحدوا مع الاو اتش، خلاص؟ فكلمه اسمها فيسيتي، او بمنتهى البساطه كام هيدروجين اين هيخرج منه في الاكوا سولوشن. طب والمينرال دي ايه؟ مينرالز معادن. اه الاتش سي ال معدن، اصله عضوي. يعني بص، اصله معدني مش اصله عضوي. يعني ايه اصله عضوي؟ كلمه عضوي يعني لازم كربون وهيدروجين اسينشالي، خلاص؟ احنا بنقول الحاجات اللي مش بتستخرج من اصل عضوي، ميلمنت من معدن او عنصر. ايه ده كربون وهيدروجين اتش سي ال اورجانيك؟ اه حضرتك الاتش سي ال ان اورجانيك، لكن السي اتش 3 سي او اتش ده اورجانيك في كربون وهيدروجين اسينشال. لا ده هيدروجين وكلورين، كلورين ده اليمنت. اه بس هو نفس الوقت ايه؟ نفس الوقت كلمه مينرال بيها بيقصد بيها من اصل معدني او اصل ليه عنصر موجود فيه، يعني الكلورين ده اليمنت، فاهماني؟ سي اوكساليك اسيد يا شباب، سي او او اتش، وهنا سي او او اتش كم هيدروجين اين؟ 2، وهنا 2. طب تراي بيزك اتش 3 بي او 4 اتش سي او، اه او السيتريك اسيد. والاتش سي او طيب انا استنى اتفضل يا حبيبي ايه نكمل هنا اتش 2 السيتريك اسيد بيطلع 3 اتش في الاكوا سولوشن، والاورثو فوسفوريك يطلع اتش 3. طيب بصوا يا شباب، السترينث بقى في النسبه للاسيد، في عندك كومبليتلي ايونايزد وعندي ويكلي ايونايزد. ف كومبليتلي ايونايزد وفي عندك بارتشالي ايونايزد. زي HCl فطبيعي ان ده يتفكك في الاكوا سولوشن يديني H بوزيتيف و Cl نيجاتيف كومبليتلي ايونايزد، يبقى ده سترونج. اما عند حضرتك دلوقتي حاجه زي CH3COOH ده يتفكك في الاكوا سولوشن يديك CH3COO نيجاتيف و H بوزيتيف، ده بارتشال ايونايزد. ليه؟ طلع منه حاجه اسمها اسيتيت جروب. لو انت عملت دلوقتي سمبل سيل وحطيت فيها ال HCl كسولوشن فيديك سترونج اليمينيشن فور ذا لام. طب افرض بقى حضرتك غيرت ال HCl وحطيت الاسيتيك اسيد ويكلي ايونايزد، فبالتالي السترينث بتاعته ضعيفه، فبالتالي الكوندكتيفيتي بتاعته هتكون ضعيفه. وبالتالي السترونج اسيد يوصل الكهرباء بشكل قوي لانه كومبليتلي ايونايزد. طب والويك؟ بيبارشلي ايونايزد، فبالتالي الكوندكتيفيتي بتاعته ضعيفه. الليمونه الكوندكتيفيتي بتاعتها ضعيفه لانه ده سيتريك اسيد ويكلي ايونايزد. اه هنعرف منين؟ على اساس حاجه قيم اسمها الكي اي، ودلوقتي اللي هوريكم قيم الكي اي. طب السي اتش 2 سي او نيجاتيف ده اسمه ايه؟ دي كده اسمها اسيتيت جروب. اي اسيتيت جروب بارشلي؟ اه دي اللي طلعت في الترايا هنا الاتشات اللي في اليمين مشيت والبوله، لان دي في المين ستراكشر بتاعت الكومباوند. اما دول جايين مع الكربوكسيل جروب. في بصي الاورجانيك اسيد الفانكشنال جروب فيها للاسيديتي حاجه اسمها كربوكسيل جروب اللي هي سي دبل بوند او او اتش، ودي اللي بيحصل ليها لايبريتد للهيدروجين. ما هيجي يكلمك على حاجه اسمها اوكسجينيتد اسيد، الاحماض الاكسجينيه اللي هو الاكسجين سورس فيها، من ضمنها الكربوكسيليك، من ضمنها الاكسجين. لا حضرتك دلوقتي دي دبل بوند ودي الثالثه ودي ايه الثالثه، لسه الرابعه لسه هتربط مع حاجه تانية، ممكن يكون الكايل، ممكن يكون ار، ممكن يكون اتش، على حسب هتربط ايه. هنا ربطت مع ار، لكن هنا ربطت مع مين؟ مع اتش. طب
اوكي. طيب تعالوا بقى حضراتكم هنا، خلي بالكم دي اتش واحده، لان هنا بمنتهى البساطه ادي 1 2 3 ادي 4. اوكي تعالوا بقى حضراتكم اتكلم على القوانين اللي احنا نستخدمها وناخد اول مساله. دي دلوقتي سلايد رقم 3. ده تيبل في زوندل بيتكلم على الفاليوز اوف ذا كي اي، ده قيم الكي اي الاكوليبريم كونستنت. فمثلا طلبوا في الجدول ده عشان يعمل مقارنه بالنسبه للبيزيتي السترينث بتاعت البيزيتي بين اتش اف اتش ان او 2 واتش سي ان، وراح قال لك قارن لي الثلاثة دول بالنسبة للووتر، بالنسبة للووتر. فلو أنا هنا هقارن بالنسبة للووتر يا شباب، الأمر يبقى ماشي إزاي؟ بصوا، كان مقارن حاطط معاه HCl وحاطط HF وحاطط HNO2 وحاطط HCN. فأنا لو جيت بالنسبة للووتر، الـ HCl طبعًا بالنسبة للبيزيتي أقل من الووتر، لكن الووتر اقل في البيزيتي من الكونجيجيتد اسيد اللي بتخرج من الاف اللي هي بدورها اقل من الان او 2 اللي هي بدورها اقل من السي ان. البيزيتي اللي هو القدره ان هو يبقى بيزك سبستنس، ماشي. الووتر كنفسه اقل في البيزيتي بالرينج ده. طب الرينج ده عرفته منين؟ من القيم الكي اي الاكوليبريم كونستنت. الكي اي خلاص. طيب تاني حضرتك دلوقتي انت عندك كذا اسيدز اتش سي ال، ماشي. الاتش سي ال بتطلع كونجيجيت اسيد، بس عشان اظبط الامر ده انت كان عندك مقارنه اتش سي ال اتش سي ال اتش اف اتش ان او 2 اتش سي ان بالنسبه للووتر مش سي ال سي ان. ده لما يخرج منه كونجيجيت اسيد، الكونجيجيت قصدي بيز، الكونجيجيت بيز بتاعت سي ال اقل في البيزيتي من الووتر عشان ده سترونج اسيد والباقيين دول ويك اسيد. فالووتر هيكون في البيزيتي اقوى من مين؟ من الاف. مين هو بيقارن على اساس البيزيتي على اساس فورمينج بيز؟ مشكلة كده اصلا ان الووتر لا هي بيز ولا هي اسيد. انفوتيريك، بس الووتر في البيزيتي اقوى من الاف، اقوى من الان او 2، مور سترونجر ذان سي ان. اوكي ده بسبب مين؟ بسبب الفاليوز بتاعت الكي، بسبب الفاليوز بتاعت الايه؟ الكي. ما هي الفاليوز اهي موجوده حضرتك اهي، 7.2 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. كل ما القيم السترينث بتاعت الاسيد في ان البيزيتي او بتاعته اكبر من الان او. بص حضرتك هنا تعال نشوف دلوقتي، هنا كده السترينث بتاعت الاسيد لكن هنا البيزيتي. خلاص بالنسبه للبيزيتي السي ان هيكون اقل من الان او. طب تعالوا نرجع للحته دي ونشوفها بالنسبه لزومدل، هوريها لكم هنا دلوقتي في ايه؟ في زومدل. ثواني افتح لي زومدل بيج. السترونج اسيد يعمل ويك بيز، الكونجيجيت اسيد تاني ده كده سترونج اسيد. خليني اكتب الكلام، سترونج اسيد يعمل ويك كونجيجيت بيز. فالويك كونجيجيت بيز بالنسبه للبيزيتي بتاعت الووتر هي اقل من البيزيتي بتاعت الووتر، ولكن الويك اسيدز تعمل سترونج كونجيجيت بيز. اوكي هو المفروض اللي بيخرج منه اسمه كونجيجيت اسيد. خلاص فالكونجيجيت اسيد بالنسبه للاسيديتي بتبقى ايه؟ ضعيفه، ويك. يعني ايه بالنسبه للاسيديتي؟ يعني قدره ان هو يكون اسيد بتبقى ضعيفه. فبيجي يقول لك ايه؟ السي هنا ويك بيز وبعدين ووتر وهنا سترونج بيز بالنسبه للكونجيجيت اسيد. فبيجي يقول لحضرتك دلوقتي رتب لي وي كان اوردر ذا ميننج كونجيجيت بيز باي ريكونايز ذا سترينز اوف ذا اسيد انفرسلي ريليتد تو ذا سترينز اوف ذا كونجيجيت بيز.
since it's forming the table. يعني هيبص دلوقتي القيم الكي ايه. كل ما الكي كانت اكبر كل ما كان كده الاسيديتي بتاعته اكبر. الاسيديتي بتاعته اكبر، كل ما قيمه الكي كبيره كل ما الاسيديتي ايه اكبر. فانا لما اقارن العكس بقى بالنسبه للبيزيتي، هو دلوقتي بيقارن دول بالبيزيتي بتاعت الووتر. الانكريزنج للبيز سترينث الاف هيكون اقل في البيزيتي من ال NO2، اقل في البيزيتي من ايه السين. فبالتالي according to the increase in the strength of the basity، على اساس قوه البيز، يبقى السي ال ضعيف بالنسبه للبيز، بعد كده الووتر، بعد كده الاف، بعد كده الان او 2، بعد كده السي ال. يبقى انت القيم اللي بترتب هنا مين؟ قيم الكي اي، قيم الكي اي. طيب حضرتك دلوقتي وانت شغال for the values of the كي اي، اجيبها ازاي؟ احطها ازاي؟ احطها في اعتباري ازاي؟ خد القوانين الاول. انت عندك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم الكي اي بتاخد الكونسنتريشن بتاعت البرودكت على الكونسنتريشنز بتاعت الرياكتد. يتضمن في الامر ده ان انت تحسب حاجه اسمها البي اتش، البي اتش النيجاتيف لوج الكونسنتريشن بتاع الهيدرونيوم. نيجاتيف لوجاريتم الكونسنتريشن بيبقى مديهولك. ساعات يجي يقول لحضرتك بي كي اي، فالبي نيجاتيف لوج الكونسنتريشن، يبقى انت هنا اهو لوغاريتم في الماس هتحسبيه نيجاتيف لوج الكونسنتريشن البي كي اي. البي كي اي حضرتك بيفا قانونين في الثانويه العامه لازم تاخدوهم في بالكم، هيفيدونا في بعض الاحيان. يقول لك ان الهيدرونيوم اللي هو الكونسنتريشن بتاعت البروتون سكه، روت سكه، دي الكونسنتريشن وده الاكوليبريم. هتفهميها لما تشوفيها مسائل. البي اتش اللي هو البيزيتي والاسيديتي، هو الكونسنتريشن بتاعت الهيدروجين اكسبوننت. انا بحسب التركيز بتاع الهيدروجين في السولوشن. البي كي اي هو الاكوليبريم كونستانت بالنسبه لمين؟ للديستريشن بتاعت الاسيد. ده اكوليبريم كونستانت، ده ثابت من ثوابت الاتزان. يعني البي كي اي بي كي اي طب ما كده ايه؟ لا حضرتك انت دلوقتي نيجاتيف لوج الكي اي، الفاليو بتاعت الكي، الفاليو بتاعت الكي. بصوا عندي حاجه تانية كمان، الاو اتش النيجاتيف هي عباره عن الروت سي بي في الكي بي، ده هنا الكونسنتريشن بالنسبه للاسيد، والاكوليبريم كونستانت ديسيشن بالنسبه للاسيد، هنا الكونسنتريشن بالنسبه للبيس، والاكوليبريم كونستانت بالنسبه للبيس. ناخد مثال يلا. ماشي ماشي، خد القوانين بس دلوقتي وبعدين هنبدا نحل مسائل، فالامر هيتضح بالنسبه لكم. اوكي والله هيتضح. في طريقه اسمها عايز دلوقتي وهنبدا اشرحها الطريقه دي.